السلام عليكم. With diabetes I can، مع السكري أنا أستطيع. بنهاية الكلام هذا راح تعرفون وش أقصد بشيء هذا. حياتنا وحياتكم، حياة الكل مليئة بالمشاكل ومليئة بالأشياء المحفزات. شيء طبيعي جدا إنك تنزل تحت ثم تطلع فوق ثم تنزل تحت. عارفين ليش؟ لأنه لو كانت حياتك على استقامة واحدة هذا يعني إنك ميت. أكبر دليل في الطب، ومثل ما تعرفون احنا الطلاب طب، تمام. الان الصوره اللي فوق زي ما تشوفون في ارتفاعات وفي انخفاضات، شو يدل عليه؟ يدل على ان قلبك شغال، تمام، زي حياتك بالضبط لما ترتفع ولما تنزل. لكن لما تتحول حياتك الى خط مستقيم واحد زي الصوره اللي تحت هذه، ايش معناته؟ معناته انك انت مريح، معناته انك انت متوفي اصلا. حلو. بعض الناس زي كذا بالحياه يقول انا ليش اجرب وليش ادخل مؤتمرات وليش اتكلم، خليني على ما انا عليه. انت كذا ميت باختصار. طيب الآن أحيانا من ضمن المشاكل اللي تواجهنا وتعيقنا المفروض تكون سبب في انطلاقتنا بقوة، بالضبط زي السهم. السهم الآن كل ما سحبته للوراء أكثر كلما انطلق بقوة أكثر. حلو. علشان كذا أي مشكلة تواجهك بالحياة خلها تكون سبب في انطلاقتك بقوة. طيب الحمد لله بداية كنت أحصل درجات عالية جدا في المتوسط وفي الثانوي، والحمد لله كنت أكرم على مستوى منطقة القصيم بحصولي على المركز الأول، بحصولي على 600%، فالحمد لله كان عندي طموح عالي جدا. الآن طالب كان متفوق يطمح لشيء عالي جدا، فكنت أفكر بالطب البشري ولا أدخل النانو تكنولوجي. كنت أبغى شيء صعب كذا، أبغى أدخل شيء معقد، بس باختصار ليش؟ عشان احنا متفوقين، هذا المنظور اللي كنا عايشينه. لكن فجأة وعلى ثاني ثانوي كنت في الحج، زين، وكنت لكم الكرام احس شعور دخول دوره المياه كثير، وكانت عندي بعض اعراض مرض السكري. ممتاز. رجعت من الحج وحللت، لا قالوا لي بعد ساعتين بالضبط تعال علشان تشوف نتيجه التحليل. رجعت لهم بعد ساعتين. لما جيت ادخل على الدكتور كان عمري 16 سنه، لاحظته الان يعني عمره صغير. جيت ادخل على الدكتور قال لي حسان ادخل سكر الباب وراك. الكلمه هذه الحاله رعب. حلو. دخلت سكرت الباب جلست. قال لي الدكتور شوف حسان، طبعا للاسف الدكتور ذاك بعد ما درست الطب عرفت انه شيء غير اخلاقي انك تسوي شيء هذا. رحت كنت برفع عليه قضيه لكن ما حصلت موجود، كان راح وقضى للاسف. ما اخذت حقي. طبعا قال لي حسان انت راح تموت كذا، تخيلتوا؟ على طول حسان انت راح تموت، لكن قبل ما تموت ارتحت. قلت الحمد لله. غادي يقول عشت بتعيش 60 70 سنه. قال لي قبل ما تموت لا راح تنعمي وراح يجيك فشل كلوي وراح يجيك بتر من الاطراف. أنا وجهي كنت متنح زي هذا بالضبط، تمام. كنت زي الإنسان هذا، ما مستوعب الشيء اللي صاير قدامي. حلو. إلى الآن أنا منصدم، ما أدري وش المرض اللي عندي أصلاً. قال لي أنت عندك مرض السكري. طبعاً الدكتور كان يقول الكلام هذا يبغاني أحافظ على مستوى سكري، ولا يرتفع السكر ولا ينخفض، فكان يخوفني شيء هذا. بالمقابل أنا طلعت من عند الدكتور كنت مقنع نفسي أنا ما عندي سكر أصلاً، أدعو فيها موت خلاص أنا من الأساس ما عندي سكر. حلو. جلست أفكر أنا حياتي كلها خلاص راح تكون زي كذا، تحليل سكر، حياتي راح تكون كلها عبارة عن ضرب إبر، حياتي كلها راح تكون عن تعب وإعياء وأشياء مشاكل ثانية. هذا كانت فكرتي بالبداية بسبب إيش؟ كلام الدكتور الموجه لي. جلست أفكر هل أنا راح أستمر بقية حياتي زي كذا ولا لا؟ حلو. الآن جاء وقت اختيار التخصص. حلو. كلموني جامعة الملك عبد الله أو كاوست في جدة، قالوا لي حسان راح نبتعثك برا. ممتاز. طبعا كانت الاقسام متوفر عندهم الاقسام الهندسيه، وانا كانت رغبتي طب، وازدادت رغبتي في الطب ايش لما اصبت بالمرض هذا. اكتشفت انه ما في علاج نهائي، في انسولين تستخدم على مدى الحياه لكن في علاج نهائي لا. قررت اني انا اخترع العلاج هذا. وش اللي يمنع اني ما اكون انا اول واحد يخترع العلاج هذا؟ كلموني جمعه الملك عبد الله وقالوا لي راح نبتعث. قلت لهم طب؟ قالوا لي لا. قلت معليش اسف. على طول. حلو. رجعوا لي بعد شهر مره ثانيه قالوا لي حسان انت تعرف جامعه هارفرد؟ كلكم تعرفون الجامعه هذه صح؟ قالوا لي حسان راح نبتعدك جامعه هارفرد. قلت قدام انا معكم. حلو. قالوا لي بس ايش قسم هندسه مش قسم طب. الان جلست بحيره صراحه، هل انا اقدم اسم الجامعه او اقدم التخصص والحلم اللي نبيه؟ حلو. استخرت واستشرت. ابشركم الاهل واصدقائي قالوا لي لا هذه ولا هذه حسان. ليش؟ قالوا لي انت مريض سكر اصلا، ليش تدخل طب تتعب نفسك؟ حلو. فتخيلت الان ما بين كنت اطمح لشيء عالي جدا
ومبين الآن الناس يقولني خلاص ادخل بالضبط ادخل. والله كلام بعض الأصحاب كان يقولي ادخل تخصص سهل جدا ما أقل من تخصص ثاني، بس قالوا لي ادخل مثلا كلية شريعة إنه ما فيها لا مناوبات كدكتور إنه متعب ولا فيها ضغط دراسي عالي، فقالوا لي ادخل الآن تخصص سهل. لاحظت وأنا كنت أفكر إيش أروح تبع هارفرد ولا أدخل كلية طب، والآن هذول يقولون هذه ولا هذه، ادخل شيء سهل، ادخل شيء على قدك. بالضبط كانت هذه جملتهم، ادخل شيء على قدك. تحطمت صراحة وتغيرت حياتي. جاني انهيار والله، والله مريت بأيام يعني ما كنت، ما صعب أوصف الأيام هذه، مريت بأيام خلاص يعني ما كنت أكل ولا أشرب، كنت خلاص يعني على إنه حياتي انتهت. ممتاز. بعدها قررت ليش ما أحول العقبة هذه إلى محفز؟ ليش ما أخلي إصابتي بمرض السكر هذه دافع لي إني أفهم المرض أكثر؟ ليش؟ لأني عشت مع المرض، لأني أعرف متى يرتفع متى ينخفض، خلاص عشت مع المرض. فلما أدرس المرض هذا راح أفهم المرض كثير. حلو. والحمد لله من المنطلق هذا دخلت كلية الطب، والحمد لله قدرت أتميز بكلية الطب البشري. فعلا واجهتني بعض المشاكل أثناء المحاضرات وأثناء اللابات. كانت احيانا افكر يعني كان الدكتور يشرح وانا بالي بعيد، هل سكري مرتفع ولا سكري منخفض الحين؟ ولا كنت احيانا ما اركز بسبب السكر. انا ما اقول انه مو شيء، لا فعلا احيانا يكون عائق، لكن خلاني شيء هذا والله انه يدفعني للامام. لما افكر اقول خلي الموضوع بعدين، بالعكس الحين اركز مع دكتوري افهم القصه علشان بعدين احاول اطور من الطب، احاول اكشف اشياء جديده. المشكله كانت ايش؟ في الاختبارات. زي ما نعرف اثناء الاختبارات ومع التوتر الجسم يبدأ يطلع هرمون الأدرينالين، هرمون الكورتيزول. الهرمونات هذولي تقوم برفع سكر الدم. حلو. فكنت أواجه أحيانا بعض المشاكل بالاختبارات، وقررت إنه ما أخلي شيء ما هذا ما يوقفني، لأنه بالبداية صراحة لما جتني اختبارات وصار السكر يرتفع معي قلت خلاص خليني أنسحب من الحين. ليش؟ لأنه it is a long way، يعني معليش بدرس 7 سنوات، ثم بدرس 4 سنوات باطنة، ثم بدرس 4 سنوات اللي هو علم غدة صماء، ثم بدرس 2 سنين بغيت تخصص سكري. لاحظت إنه مشوار طويل، فقلت أنسحب من البداية، أول سنة ثاني سنة خليني أنسحب. حلو. لكن قلت لا، وطلعت مقولة والحمد لله انتشرت أسوي الشيء هذا. كنت أقول أنت موت، يعني حتى لو كنت بموت وأنا بطريقي ما وصلت للهدف حتى الآن، أنت موت في سبيل تحقيقك لهدفك خير من أن تموت بلا هدف أصلا. حلو. جلست أفكر بيني وبين نفسي قلت طيب خلاص الدكتور اللي قبل قال لي وما زلت أضرب له مثال، قال لي أنت متوفي متوفي، خليني أتوفى بطريقي للهدف حقي. أقل شيء يقولون توفى وهو يحاول، أفضل من يتوفى بدون هدف. حلو. من المنطلق هذا الحمد لله انطلقت. ممتاز. وخليت العائق هذا كمحفز لي. حلو. الحمد لله صرت أفهم بالمرض، صرت أتكلم مع بعض الاستشاريين. أحد المرات كنت أطبق في الطوارئ عندنا وكنت لسه طالب سنة أولى. حلو. كان الدكتور يقول لي حسان انت معك اي زماله؟ لاحظت اي زماله يعني كان خلصت 10 سنوات قدام. كنت قلت له لا انا لسه اول سنه طالب طب. قال لي مستحيل انت تلعب علي. قلت والله العظيم انا اول سنه طب. حلو. فكان مو مصدق المعلومات هذه. ليش؟ سبحان الله لما تكون عندك مشكله يكون عندك حافز، يكون عندك شغف انك تقرا عن المرض هذا اكثر، انك تساعد المرضى المصابين بالمرض هذا اكثر. ليش؟ لانه انت عانيت منه. من هذا المنطلق الحمد لله بديت اقدم بعض الحلقات على برنامج اليوتيوب عن مرض السكر، كيف تتعايش مع المرض هذا، وكيف تقدر انك تخلي المرض هذا دافع لك. وعلى فكره وانقل المعلومه هذه عني، مريض السكر قادر على انه يعيش عمر اطول من الانسان الطبيعي. عارفين ليش؟ مريض السكر لا جاي ياكل فاست فود ولا جاي ياكل اكل خرابيط يقول لا والله هذا مو ضر صحتي. الانسان الطبيعي يقول خل اكل عادي يعني مش مشكله. حلو. الرياضه، مريض السكر يقول اذا ما مارست الرياضه اليوم راح يرتفع سكري، فتلقاه بشكل يومي يحافظ على الرياضه ويمارس رياضه. الانسان الطبيعي يقول خلها بكره خلها بعد بكره عادي، يعني ما في شيء يحد الانسان الطبيعي انه يمارس الرياضه. الشيء الثالث اللي هو الوزن، تلقى مريض السكر يقول لا انا بحافظ على وزني. ليش؟ لما يزود وزني يزيد سكري، فتلقاه يحافظ على الاشياء هذه لذلك يعيش عمر طويل. سافرت لكندا العطله الصيفيه اللي راحت وكنت اتدرب في مستشفى تورنتو في كندا في قسم الاندوكراين اللي هو الغده الصماء. قابلت مريض سكر، تخيلوا مع السكر 45 سنة، ما شاء الله صحته أفضل بكثير من باقي الناس الطبيعيين. معه السكر من 45 سنة ما عنده ولا مضاعفة واحدة من مضاعفات السكر. وينه عن الدكتور اللي يقول له راح تموت هذا؟ حلو. لاحظت الآن إشاعات نسمعها ونصدقها، هذا اللي خلينا احنا مهملين. والله قد قابلت بعض المرضى هنا يقول ياكل حلا، يقول المؤمنون حلويون، وانا خربان عندي سكر عندي سكر فياكل. لا يا انسان. والله العظيم ترى مريض السكر قادر على انه يعيش عمر اطول من غيره اذا حافظ على الاشياء الثلاثه هذه. والحمد لله يعني اقول لكم انا جربت الحمد لله، قد عرفت مرض السكر مو بشيء. الناس حاطين بالهم مثل ما قلت لكم، اهلي كانوا يقولون عندك مرض السكر يا حسان ما تقدر تدخل كليه الطب، والحمد لله دخلت كليه الطب وعايش
الحمد لله أفضل من غيري بعد في الكلية، ممتاز. الحمد لله قدرت أتميز بالمجال هذا. ليش؟ لأنه كان عندي. علشان كذا دائم لا تسمع كلام الناس، كلام الناس للأسف غلط في كثير من الأحيان. بعض المواقف اللي صارت لي، أول موقف كنت أتواصل مع بعض، كان بعض المرضى يتواصلون معي، كانت في أم دائم تتصل علي تقول ولد، طبعا ابنها كان عنده سكر وكان مهمل بشكل كبير، كان ما ياخذ الإبر عناد، يروح ياكل شوكولاته غصب، احيانا يروح غبوا عنه شوكولاته يروح للبقاله وياخذ، حلو، فكان يعاند. فكان دائما تتصل معي دكتور حسان ولدي يغمي عليه، دكتور ولدي مدري ايش. اتصلت علي احد المرات وكانت تبكي، حلو. انا وش جاب بالي؟ انتم وش يجيب بالكم؟ انه توفي، انه لا قدر الله جاب شيء. هذا اللي جاب بالي صراحه. انا هنا ارتحت، بغيت اسكر سماعه على طول من الروعه، حلو. لكن قالت لي ما ادري شلون اشكرك، تشكريني تبكين شو القصه يعني؟ قالت لي لما جيت اعطي الولد، طبعا الولد لازم تعود يومين ياخذ شوكولاته وعصير، حتى ما ياخذ تقول ما ياخذ مع القهوه، لا لازم ياخذ شوكولاته وعصير، كل ما يرفع السكر. تقول جيت اعطيته شوكولاته وعصير قال لي لا. قلت له غريب شو القصه يعني؟ قال لي لا انا بصير زي الدكتور حسان، بحافظ على نفسي وبدخل كليه الطب وبصير دكتور بعدين. حلو. بصراحة شعوري ذيك الليلة يعني والله ما نمت، جلست أفكر. الحمد لله ما توقعت في يوم من الأيام أقدر أغير حياة إنسان. قبل أسبوعين أو 3 أسابيع أقمنا أحد الحملات توعوية في العثيم مول، فجتني أحد الأخوات الكبار في السن قالت لي دكتور حسان، قلت لي نعم، قالت لي أنا ما أدري شلون أشكركم ما أدري إيش من الحماس هذا. فقلت إيش القصة يعني؟ قالت لي أختي الصغيرة، مو صغيرة، هي كانت بداية أول الكلية، أول سنة في الكلية، كانت تخصصها أعتقد إنجليزي، فقالت لي جاها مرض السكر على أول سنة في الكلية، تركت الكلية، تقول لها 3 سنوات ما درست ولا دخلت الكلية أبدا، انسحبت من الجامعة. ليش؟ تقول أنا عندي سكر، أنا ما أقدر أعيش في الجامعة وأنا عندي سكر. تقول الآن السنة هذه مع بداية السنة الحمد لله تقول قدمت على السنة التحضيرية، والآن تقول أبدخل كلية الطب علشان أصير زي الدكتور حسان. حلو. هذه الحمد لله بعض الأشياء اللي وصلتني يعني بدون مبالغة، كانت دافع لي. ما توقعت والله العظيم ما توقعت لما بدأت أتكلم مع الناس إنه يوم من الأيام بوصل لشيء هذا، إنه في ناس بيتغيرون حياة، بيغيرون أشياء بحياتهم اقتداء بحسان المقبل. طبعا مو شيء والله قدمته، كله سبحان الله توفيق من الله عز وجل وفضل من الله سبحانه وتعالى. مثل ما قلت تواصلوا معي بعض المرضى وكانوا يقولون كنا خلاص متقدين انه خلاص السكر نهايه العالم، حلو، بينما لا، يوم شفناك الحمد لله تدخل وتطلع وما ادري ايش كنا والله عادي يعني. قبل بعض المرضى يقول لما شخصوني مرض السكر ما كنت اتوقع اني اقدر اسافر قصد المدن قريبه، فما بالك يقول لما شفتك سافرت لكندا وسافرت لبريطانيا قلت والله اقدر اطلع عادي يعني، وش المشكله تاخذ معك الابر في ثلاجه بسيطه يعني. جدا ترى احنا نصعب الامور وهي ابسط مما تكون، حلو. وبرضه تواصل مع بعض اهل المرضى، استمريت الحمد لله بالتثقيف، وصلت لعدد كبير جدا من المشاهدين في سناب شات، بديت اتكلم عن السكر. درس بعضهم ما كان يعرف عندي سكر، كان يقول يا اخي حسنا زعجتني بس تتكلم عن السكر، بس تتكلم عن السكر ليش؟ حلو. فقلت انا عندي سكر، حلو. الشيء هذا سبحان الله يدفعك للامام، يخليك تبدا تتكلم اكثر عن المجال هذا، ولما تكون انت مجرب الشيء هذا غير عن شخص ما جرب المرض هذا. برضو وما كانت عندي مشكله اللي هو في اختيار تخصص، انا اروح تبع كاست ولا اروح تبع جامعه هارفارد ولا ادخل كليه الطب. بديت اتكلم مع الطلاب السنه التحضيريه اللي انا شفتهم محتارين كثير عن اختيار التخصص، وش الطرق اللي تساعدك على اختيار التخصص. والحمد لله كان فيه تجاوب معي مع كثير من الطلاب. وقتها عرفت، الان عرفت معنى قول الله عز وجل وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم. بين وبينكم لما شخصت مرض السكر كنت أقول ليش أنا عندي سكر يعني، معليش، حلو. الآن أقول الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله أنا عندي مرض السكر، لأنه غير بحياتي أشياء أنا كنت متأكد ما راح أصل للأشياء هذه لو ما كان عندي المرض هذا. سمعتوا عن فيليكس العالم الفيزيائي؟ ممتاز. كان في قاعدة بالفيزياء تقول مستحيل الإنسان يسبق سرعة الصوت. كان في واحد اسمه فيليكس شنب، قال ليش؟ معليش يعني ليش الإنسان ما يقدر يسبق سرعة الصوت آسف. فقرر إنه يلقى طريقة يكسر القاعدة هذه، وطلع بطيارة فوق، يمكن سمعتوه قبل كم سنة، وقفز من طيارة عالية رغم إنه محذروه إنه ممكن تتوفى وأنت قافز وممكن تصير لك مشاكل وممكن، بس كان عنده هدف، أنا هدفي أكسر القاعدة هذه، كذا عناد، معليش يعني ليش تقولون كذا، وممكن يصير. وفعلا قدر يكسر قاعدة ان الانسان ما يستطيع انه يسبق سرعة الصوت، لانه الانسان فيليكس قدر يسبق سرعة الصوت. ومن المنطلق هذا كتبت تغريدة بتويتر كذا بس كتبتها، وانتشرت مقولة عني اللي هو في هذه الحياة ترى ما في قواعد ثابتة، قاعدة انه الانسان ما يقدر يسبق سرعة الصوت انكسرت، ورغم انها كانت قاعدة فيزيائية ثابتة، قاعدة ان مريض السكر ما يقدر يدخل في كلية الطب البشري انكسرت. لذلك في هذه الحياة لا توجد هناك قواعد ثابتة، كل إنسان يصنع قواعده بنفسه، حلو؟
ومن هذا المنطلق ختاما اقول لكم اي مشكله تواجهك خلها كمحفز لك. انا كان باستطاعتي خلاص والله ادخل اي قسم واقول اريح، حتى اريح نفسي، ليش اشقي روحي ادخل كليه الطب، اريح نفسي واقول انا برتاح هنا، ما راح ادخل كليه الطب ولا راح ادخل اشياء متعبه واريح نفسي. هل انا ملام؟ لا، ليش؟ لان الحلول اللي حولي قالوا لي شيء هذا. بس الحمد لله فضل الله عز وجل قد اخلي شيء ذا دافع لي وانطلق، والحمد لله الان اقول لكم عايش حياتي طبيعيه الحمد لله، زي ما تشوفون الحمد لله، ذا الحمد لله اشوف زين، اشوفكم الكلايه الحمد لله، الحمد لله تشتغل زين الحمد لله، اطرافي موجوده عندي، فالحمد لله.